أهلا بكم مشاهدينا مجددا في الفقرة الثانية من برنامج للسلام وطن، ويسعدني في هذا اللقاء أيضا أن نستعرض ذاكرة مناضل وذكريات بطل من أبطال التحرير. أرحب بالفريق ركن طيار متقاعد يوسف الشايع، هلا وسهلا فيك أبو عبد العزيز. هلا أبو حسين، هلا والله. أبو عبد العزيز، يعني خلنا بداية نستذكر 2 أغسطس 90 ونسمع شوي الذكريات. إذا ردينا، شو الذكريات اللي نقدر؟ والله أبو حسين، ذكريات مؤلمة، يعني ما هي ذكريات سعيدة. نعم. تمر على بين فترة وفترة، تمر على مخك وتقعد تفكر فيها شنو الأحداث اللي صارت وشلون صارت. 2/8 كان يوم خفارتي أنا كطيار، ورحت القاعدة حالي حال قاعدة، يعني الساعة 4 الفجر أنا موجود هناك. كان اشوف احد الزملاء قال لي بسرعه بدل، خذ طياره وروح، ترى الجيش العراقي دش الكويت. تصور انت يعني فجاه فير الله تنصدم بخبر مثل هذا. ما فكرت بشيء، على طول رحت انا وزميلي، زميلي كان الملازم خالد الدعي، سلم عليه، كان خريج جديد. شنو كانت رتبتك بوقتها؟ انا كنت رائد. نعم، كنت رائد. رحنا شقلنا الطيارات، وقفنا على المدرج قاعد انتظر زميلي بسيي، كان يقول لي البرج المراقبه بسرعه اطلع، في طائرات جايه تقصف، والرادار مبلغه قال لنا في طائرات جايه عليكم. فعلى طول انا حركت وارتفعت، يعني ما فكرت اني مثلا انزل عن الطياره اني اخشها، لا، طرت. وين كانت الوجهة؟ يستدعيني اني اطير. والوجهه وين كانت؟ الوجهه ان نطير شمال الكويت، نقصف اي هدف. نعم. نشوفه. فطلعت، جات الطيارات، انا ما شفتها وهم ما شافوني الظاهر، ورحت تقريبا فوق القاعده الف انطر رفيجي بس يطلع، والحمد لله طلع وقابلني بالجو، ورحنا الشمال. رحنا الشمال عشان ندور أهداف. الرادار يقول لي شوف أي هدف وبلغنا. كنت على ارتفاع 8000 قدم، وكان تو النور شاق، يعني يدوب نشوف الأرض، ما أشوف شيء. فقلت لا، ما قاعد أشوف شيء، أبي أنزل. نزلنا إلى 5000 أنا وزميلي، نزلنا إلى 5000 قدم، بعدين شفنا نار صغيرة شابة مني ومني. نعم. يعني ما من 5000 وتوه شاق النور، ما تدري هل هذا مخيم، هل هذا حادث سيارة محترقة، ما تدري. فطلبت أني أنزل تحت، كان يقول للرادار انزل بسرعة، في طائرات اعتراضية جايتك، دافع عن نفسك. نعم. أنا شايل قنابل، مو شايل صواريخ ولا شايل أي شيء ثاني، بس مجرد قنابل، شو أدافع عن نفسي؟ فقلت له خلاص أنا بأنزل تحت. كان يقول لي أوكي كلير، سوي اللي تبي. نزلت أنا وزميلي إلى ارتفاع تقريبا 400-300 قدم، أولموس على ارتفاع التيل مال الكهرباء، عشان إذا في أي صاروخ بينا يروح على الكهرباء ما يجينا إحنا. نعم. شفنا هني وقتها طائرات هليكوبتر يمين يسار، واحنا على هالارتفاع. هذا يقودنا الى السؤال التالي ابو عبد العزيز، هل كان في تنسيق بينكم وبين وحدات عسكريه اخرى؟ لا، لان كل شيء صار فجاه. وقتها الجويه قاعدين يحاولون يسيطرون على المسرح الجوي فوق الكويت، في طائرات قاعده تقصف، في طائرات محمله جنود قاعده تدش الكويت، هني قاعد يعترضونها الميراج ربعنا وكذلك السكاي هوك والدفاع الجوي، ما ننسى دورهم. بس هل في تنسيق وقتها بيننا وبين الجيش الكويتي؟ لا طبعا، تمارين سابقه. اي نعم، في بيننا وبينهم ومتمرنين وايد معاهم، لكن للأسف الفجأة اللي صارت هذه
والهجوم المدبر اللي صار فير يوم الخميس يوم إجازة وبالصيف 2/8 نقدر يعني نكون كان العملية كانت صدمة يعني حتى ما أيوة كان والله. نعم هل العدد الطيارات اللي شاركت في التصدي الحمد لله هل عندك عدد مع يعني كرقم كم كانت كم طيارة كل طيارة كانت موجودة وتقدر تطير استخدمناها كل طيار وصل إلى القاعدة نعم. شارك دوره في التصدي للهجوم طبعا هالعدد كم طار وهذا أنا قلت لك أنا أول طيار من السكاي هوك أنا وزميلي خالد دعي طرنا أول اثنين طرنا ونقصف مدرج قاعدتنا نعم. أحمد اليابر فاضطرينا ننزل قاعدة المطار الدولي اللي هو الطيران المدني عبينا بنزين وطرنا باتجاه المملكة العربية السعودية لأن يانا يعني أمر بالإخلاء أنا برجع حق الإخلاء حق السعودية لكن قبلها أنت ذكرت المدرجات وانقصفت إيه؟ أنا عندي سالفة عرفتها هي المدرجات انقصفت نعم وين كان الهبوط؟ الهبوط أنا نزلت مثل ما قلت بالطيران المدني ولما نزلنا كنت قاعد أقول حق رفيجي اللي بينزل وراي دير بالك في قنابل يمين يسار كانوا قاطينهم على المدرج نعم هاي يسمونها البلوغة هي تنفجر في تايمينج لها تايمينج معين تنفجر إذا مريت يمها وقت الانفجار تأذيك إذا طفتها خلاص فربنا ستر أنا طفتها وصيت اللي وراي والحمد لله طافها عندنا طيارة دي سي ناين نعم. وقتها عسكرية مدنية حاشتها هذه القنابل نعم. وتدمرت نعم. ما اضطريتوا تستخدمون الشوارع ايه الشارع ايه؟ الشارع ربعي قلت لك اللي احنا طرنا اول ناس ونقصف المطار ما قدرنا نرجع ننزل اللي بعدي الطيران اللي بعدي بيطلعون فالمدرج مقصوف استخدمنا شارع مال السيارات نعم عندنا شارع يعادل المدرج بس عرضه يمكن 4 متر نعم 4 متر 5 متر يعني سيارتين جابلوا ويه بوي لازم واحد منهم ينزل رمل شويه بس الطيران الحمد لله ربعنا طاروا منه ونزلوا منه كان هذا حل بديل لكم بذيك الفتره اي والله نعم وهني بعد في كاتب اجنبي كلمني شخصيا قال انا بعرف شلون طيارينكم نزلوا على هالشارع نعم. مو طاروا طاروا يمكن تقدر تطير صحيح. لكن شلون نزلوا عليه نعم. قلت له والله هذه أسماءهم تقدر تكلم واحد واحد ويكلمونك عن تجربتهم شخصيا نعم أبو يعني. عبد العزيز يمكن يت في أوامر بوقف العمليات وانت ذكرت أن يتكم الأوامر بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية نعم. وإلى إيه. الظهران تحديدا إيه نعم تذكر كم عدد الطيارات اللي وصلت الظهران والله قاعد تكلم قبل 30 سنة بس أنا أحاول أتذكر أن إحنا السكاي هوك كنا أكثر من 20 طيارة يمكن العدد 21 أو 22 طيارة الميراج 16 طيارة نعم. هذول كانوا صالحين طيارين خذوهم وطاروا الحمد لله و اسمها الهوك طائرة الهوك التدريبية طلعوا 4 أو 5 ما أتذكر عدد والهليكوبترات هم بعد طلع عدد جيد الحمد نعم. لله أيضا عبد العزيز أنا شوي بروح خل نروح على التحرير الحين شوي نقرب نعم. على التحرير يمكن تاريخ 17/1 يعني تاريخ مميز عند أهل الكويت نعم. وبداية الضربة الجوية نعم. ودنا نعرف أنت بهالتاريخ وين كنت ودنا تصف لنا شعورك تصف لنا الأجواء 17/1 وكأنك الآن تبي تشرح لنا وكأنك موجود بذيك الفترة. أوكي. 17/1 أنا كنت بالرياض في القيادة قيادة العمليات عند الجنرال هورنر قائد العمليات الجوية. هذا كان عملي هو التنسيق بين القوات الكويتية وقوات التحالف. يعني الأمر قال لنا تعالوا يعني احنا تعال نداوم الساعة 7 ليس 6 بالليل يعني الأمر ذيك الليلة قبل أن نطلع قال تعالوا الساعة 4 الفجر نعم
فاتصلت ربعي قلت لهم الظاهر في شيء يعني. نعم. لأن شاكوا إيه ندري عندنا خبر الأخ محمد مبارك والأخ أحمد بستكي نسلم عليهم بعد. فهني ما قدرت أنام يعني. أنا أهلي كانوا مسافرين هذا الحين في يوم 17 يوم 13 أنا بروحي فما قدرت أنام. قلت يعني أخاف أرجع الفندق وتروح علي نومة. قعدت لي الساعة 11 بالليل. نعم. 11 بالليل بدينا نكتب تاسك أوردر اللي هو اسمه أمر العمليات الجوية. طلعت يمكن بس رحت غيرت وخذيت شاور ورديت لهم. رديت لهم كانوا الأمريكان يسلمون علي يقول لي خلاص مبروك الكويت إن شاء الله بتحرر بدأت العمليات الجوية. هذا يأخذنا بعد هم التنسيق بينكم بين الأمريكان شلون كان بهاليوم؟ والله التنسيق على من القنبلة لأعلى شيء. نعم. يعني احنا انا والاخي العزيز عبد الله السمدان كنا موجودين بالرياض كنا نجمع كل المعلومات ونوصلها حق المفرزه الكويتيه بالظهران. نعم. ونفس الوقت الاخوان اللي بالظهران اي شيء يبونه كانوا يدزون لنا واحنا نقوم توصيله حق القياده. نعم. تحالف. ممتاز. 17/1 كان يوم مميز. نعم. خلنا نروح حق 26 فبراير. نبي وصف منك. أوكي. 26 فبراير شو اللي حصل معك؟ 26 فبراير أنا طاير كنت طاير في مهمة قصف مع ثلاثة من زملائي وكان الجو غيم ودخان. طرنا وصلنا إلى خط الحدود الكويتية العراقية. نعم. احنا ندري ان عندنا أوامر الطائرات الكويتية ما تتعدى الحدود ما تقصف برا الحدود فقط داخل الكويت. فكنا ندور أهداف يوم 26 كنا قاعد ندور أهداف بس نبي هدف نقطع عليه قنابلنا عشان نرجع. شايلين الأمر سيز فاير كويت از فري انه وقف قصف الكويت تحررت. ما تصور شعوري داخل طيارة. نعم. زين قنابلي تحت تحت لاصقة في الطيارة ماني ما اقدر اوصفلك. نعم. يعني وقتها الشعور ودك تطلع تصرخ. نعم. برا الطيارة بس يلا الحمد لله. بس لما قال الكويت از فري هذا خلانا يعني خبر اثلج صدورنا. نعم. الحمد لله. يعني هذه اجواء بوقتها الواحد لما يستذكرها اجواء جميلة وأماتن يمكن حتى الوقت بدا يسرقنا وفي كلام وايد اعتقد ابو عبد العزيز واحد يقول لكن ابى اخلي لك كلمه اخيره كلمه حق الطيار الكويتي بساله الطيار الكويتي وانت كنت جزء من هذه المنظومه. نعم. شنو الكلمه التي توجهها ايضا لاخوانك وزملائك؟ انا اوجه كلمه حق ابنائي واصدقائي الطيارين اللي الان يحملون الرايه على طائرة الـF-18 وعلى التايفون اليورو فايتر إن شاء الله وعلى طيارينا بالكراكال بالطائرات الأخرى. نعم. إن عليكم بالمثابرة والتدريب لتصلون لأعلى المراتب. الطيار الكويتي ترى مشهود له في كل دورة دشها كان من الأوائل اللي يأخذون الكؤوس يحصلون جوائز طيارين الكويتيين. نعم. وهذا التاريخ يشهد تماريننا مع الأخوان بالخليج. جميل. دائما الطيار الكويتي هو علم من الأعلام. نعم. وهذه الرسالة إن شاء الله توصل أبو عبد العزيز الفريق ركن طيار متقاعد يوسف الشايع شكرا جزيلا لك. على حضورك معنا. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم وللسلام وطن ونلقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.